هاتك الفرصة ولا لا تضيعها يا نجم بالله كلمة مني واسمعها جاتك الفرصة ولا لا تضيعها لا 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 تضيعها اكسب مغارة وانطلق حقك طموحك لا فاتك الفوت ما ينفعك صوتك واثبت على شاشة الواقع وجودك ورقة سما الإبداع أبهرنا بفنونك لا 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 تضيعها يا نجم بالله كلمة مني واسمعها يا طبعا والله زبطونا اليوم الجلسة مختلفة الأمور مرة طيبة وجابوا لنا ثلاث طاوله وطبق بيض كامل خليني انا بسوي لكم بيض اليوم لا لا تكفى والله اعرف تبشر بسعدك وانا اخو فاطمه بتطبخ لنا بيض ايه وجبن بيض بحريني خلاص ايه عطنا صدى ايه احب الخبز والزيتون احب البيض والاجبان ودول ربعي ويمونون ولكن طبخهم تعبان احب البيض والزيتون احب الخبز والاجبان وذول ربعي ويمونون ولكن طبخهم تعبان صباحيات مع حامد وعلي يزيد ومجيد وطبخنا دايم خربان ورايح في الهوى تعبان احب الخبز والزيتون احب البيض والاجبان وذولا ربعي ويمونون ولكن طبخهم تعبان هلا 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 الله ما قلت له الصدق شوف ايش يسوون معدلات كيميائيه مو فطور يا حمد في حبها يا اخي شلون يطقون البيضتين وتنكسر طيب ايش يروحوا ايش يسوون العالم ايش فيكم مهجدين انا ابغى لف هذه بس سبقني حمد تلف ايش ابغى لف الطاوله كذا لا لا اطبخ كذا انك تتكلم انت تطبخ ايه بطبخ انا ابغى اتكلم انا ايوه اشر اجلس لا اتكلم كواحدة ثنتين ثلاث اربع خمس شو في حمد يا جماعة معصب علي سبحان الله عبد الله الهزاني اقسم بالله العظيم تعرف عبد الله ايوه حضرت انا معكم كيف انا حضرت مسوق عرفت اللي يسوي شنو شو يقول شنو كلمته يا اخو ما شاء الله طيب والله مرة طيب نفس صوته صوت علي نفسه ونفسه والله نفس الصفات ترى ها والله نفس الصفات يعني طيب وقلبه ايه والله يا اخي قلبه ابيض ذاك الرجل يا حبيبي انت يا علي للامانه انت ويزيد اللي معنا الصباحيات والله مكسب والله يا حبيبي الله يسعدك افا لا ماني معدحك انا اخذك واجيبك واوديك ايش في بس شوي امدحك بس امدحك واجيك ما يصلح بس شكرا لك افتح عينك لا ما يحتاج افتح عينك والله ما يحتاج كله ملح وقبله سديد وراي مديد يعني قصدك ان عيوني سامجه ها عيونك ديايه لا اوكي لو عيوني سامجه ما شافت الحلقه اللي انا اشوفها قلبي قصدك انت 15 بيضه في يا اخي حرام مو 15 اربع سوي بيضك هذا لي بس خلي باقي الزبده ها باقي الزبده هذا اللي كنت يعني هاي انا احط صبعي ويصير زبده سلام والله يا اخي ما شاء الله عليك انا قبل كنت اشتغل كنت اشتغل في مطعم شيف اي نعم فوجبه البيض بس لوحدها سويها ب 100,000 ريال الله 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 اي نعم طبعا انا البيض ما اسوي اي بيض ها. انا اقرا عليه اوه اي نعم واي بيضه تجيني لازم تكون مفحوصه كيميائيا وفيزيائيا ليش يمكن البيضه يكون فيها جنين ان شاء الله عليك شوف في هذه اجت يعني لكنك فارقت الصحه والصدق فيها لكن اللهم نستغفرك واتوب اليك اي يعني احنا نقول الله يعينك هلا سم ما تجي يعني ولا بتجي انت ما في زيت شيء الا في بس نبي زبده احنا ازين احنا ننتظر لين يجونا الزبده هو يبغى يجيها ولا بيجي هو لا تجي يطبخ شيء جوعان مره صح الحين عبد المجيد تذكر البيضه اللي سويته 15 بيضه واللي جاد اللي تحت اللي فوق ني علي مايكك ميوت اجلس 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 يا شباب اجلس يا شباب هل خلط طبخي تطبخ نفسها والله لو الدجاجه ساحر اللي جابتها قبل ما شاء الله تبون شكشوكه مليت
والله انها احنا والله حلو صراحه اقسم بالله انا سجلت عمل عشان بيضك وجبنه قسم الله لا يحرمنا منك يا ولدي يا قلبي بيض عشان شايف طيب احرجنا انت بتاكل بتاكل والله ما في عمل يكون زبده ما ولا اليوم راح نطبخ لكم طبخه جديده طبخه لا لا تاكلون اصابعكم وراء انا اصرح من هذا المنبر انا لست مسؤولا عن اصابعكم سم يرحم امك انا قالوا لي انت اياك اللي تسويها تسمم لا أنا لي ثلاثة أيام خمسة يعني وصلت السمعة للبحرين؟ وصلت يا شباب وصلت سمعتي حتى للبحرين؟ والله أتوقع حتى والله أنكم أنتم أصدقاء حتى الصينيين والله قد يصير يا زيد سونغين سونغين سومي سيني سام؟ يزيد شنكم سم سم الله يسامحكم يا عيال استروا على خويكم يا ولد استروا ايش استروا والله يزيد يزيد أنت بصراحة ما قصرت آخر شكشوكة بصراحة صلحتها معتقه كان في تناغم بينها اصبر دقيقه في تناغم بينها وبين الطبيعه في انتم ايش دراك انا اول مره اشوف شكشوكه جدار شعبي كيف ما ادري سويتها كيف ما ادري اكلها قال لك هذا في الصين قالوها عشان كذا عشان كذا شكشوكه شعبي فهمت الكيش الشعبي ها اي نعم يا اخي طيب خلاص 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 لا لا مو بالقوه مو بالقوه لا لا يا زيد يا زيد ما تصير خليني اوقف عليه هذا موجود الفول وجاهز كل شيء مالك هم من وراء اليوم علبتين ايه لان اليوم بنضبط لكم فطور بس نبي زبده ما يمصلح الفول والبيض حقي طيب ايش قالوا ايش قالوا راح وليد يجيب خلاص يا وليد وليد حنفي وينه لا فضيحه كذا والله فضيحه على زيها زي الشكشوك اللي فضحتوني وليد حنفي وينه القصير المتين شويه لا يا سيد انت كذا ما توصف انت ما كده ما توصف وليد انت توصف دبه في الحرم ايش متين وقصير ومن ايش فيه هو انا هو راح يجيب زبده اطبخ معكم ولا معفى لا معفى اليوم لا لا تعال اليوم انت تعال تعال يزيد 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 تعال تعال دقيقه بس بطير بس بطير يقول زيد ازاز بطير ازاز بطير تكفى تكفى عطني البيض اللي هني والله هذا وليد لا هذا واحد من اخوياي لا تعال على الهواء دقيقه دقيقه اسمع اسمع مجيد ترى اليوم سالك واحد على الهواء قاعد يرد على الجوال ترى اسلك بكره اقول له يقول استريح استريح انت اليوم معفى حتى من السوالف معفى خذ راحتك هذه مدح ولا سبه والله لا لا هاي مطلب السديد يعني كنت بجلس وجيت طقطق على لا لا اخذت البيض شوف معليش ممكن تعطيني الحبر اللي هنا بكتب والله ممكن تعطيني الخيمه ذي لو سمحت لا يكون لا لا خيمه السوق اللي بستها اسمع لو سمحت لو سمحت استاذ وليد وايل وايل واضح واضح ان انتظر الزبده عمود للخيمه لو سمحت لا لا هذا كبس كنا نستخدمه لا تعال تعال مرزام البيت بتطقطق عليه تعال والله والله ما تطقطق عليه بعدين وليد ايش وضعك وايل ايش وضعك اليوم طقم وشخصيات والله ملابس كثير انت ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله انت انك زرف لك محل يا انك زرف لك محل لا هذه ولا زرفك لا 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 هذه ولا هذه فاشخ محل تكفى يا تكفى تكفى يا حمد يا حمد تكفى يا حمد يا حمد والله والله اني خايف منك فكري مجرك طق طق طنق طق 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 طنق طق 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 طنق طق طق طيب ناخذ اتصالات ها ناخذ اتصالات والله ودنا نسولف والله ما ودنا لا تزعلون مني بس الجمهور يقول اليوم سمعونا صوتكم هذا ايش يسوي والله انه يسوي لي شيء صح حمد مكسور الكرسي هذا اللي على اليمين كل هذا كسر تكفى حمد شلخ والله تعبان اليوم تعبان شوف بعد بكره فقره بكره ما في شيء بعد بكره انا راضي عطنا بلاي باك عطنا بلاي بلاك بلا 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 باك وائل لا تتحرك وائل ارجع ورا بسرعه بالله ايش تسوي يا عمري وائل هذا من الصين الشعبية الحين. الله جاء وش تاكله؟ ها جاء كل شيء. ذب علي صح؟ لا والله. والله ذب علي قال من الصين العظيمة تعال تعال تعال. العظيم. تعال تعال. مباشرة. تعال. هلا وايد. كيف الحال؟ تمام شنو؟ صباحاته صلاته؟ صلاته. بحريناتي طقطقاته؟ طقطقاته. أنا أوريك فيه ذهيناته. حبيبي. تعال يا حبيبي. بإذن الله نكرمك. تعال. 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 بالله والله ما أسوي لك شيء. يلا اقطع الزبدة وتعال بسرعة.
يا سلام يا سلام جت ما بسم الله ما شكثرت ترى كذا يا سلام خلاص ها تعال ها تعال هو طقطق عليه صح تعال والله تي والله ما سلك شيء والله ما سلك شيء والله ما سلك شيء اجلس 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 والله تجلس اجلس ايوه امسك من هنا امسك ايوه امسك هذه كذا سو كذا سو كذا سو كذا سو كذا ايوه سو كذا زيزي ايش ذكرك بالله الصوره يا مخك تكفى غباشي تكفى يا غباشي تكفى يا حبي تكفى شوف بالله ليش يذكرك هذا هذا من اخواننا الصين عليها اقصاد لا لا الخطوط السريلانكيه هاي او وي يا او لا طبعا ما اشتغلت هاي ليش والله اليوم اجازه يزيد والله طبخ والله العظيم انت حرام على وشك تقاعد زبده من شو يكلم صلاه الو ذيب على الهواء والله ما فك قصره مره ارسلوا مقطع بينزل سناب يا اخي مبصاعي مبصاعي انا لا لا لان هذا زميل لي الله يطول وين الصحن اللي كان فيك شور ما يدق عليه مكانتين ورا بعض اعطيه فيك شور وين كيسه كيسه كيس دقيقه معلش اي طبعا زميلي هذا انت بتصلح الحين نعرف ما بيني وبينه اذا اعطيته مشوار خلاص انا مشغول شوي بكلم دق عليه مره ثانيه فاكيد انه في موضوع ضروري فرديت عليه قال احسب ان جوالك مشغول كنت انت اكلمك شوي وهذا من باب الاخوه قبل شوي تتكلمون عن الصداقه يعني المفروض انكم تعذروني تعذروني يا وجيه السعد الله يسعدكم دنيا واخره والان مع الشيف طبعا منتدب طبعا الشيف حمد زبده من مزرعتنا في الفرصه اه الشباب عندنا طبعا بقره لا ايوه ايوه نقضي منها كل شيء اي نعم الحمد لله بقرتنا اللي ورا في الفرصه هني يقول بقره وانت بقره زين فناخذ منها الزبده الزبده شلون تصير؟ الزبده تصير زبده لا ها تطلع من الحليب الحليب ياخذون منه لبن وزبده, وزبدة. وقشطه لا اقسم بالله قشطه قشطه من العنز بس لا قد مرة شفت بقرة تطلع ايوه لانه الحليب اللي يجي من البقرة حليب فخم اللي من الخروف حليب غير خروف مخك يا اخي خروف ما في حليب ها خروف احنا بقرنا غير حبيبي ما تطلع قشطة تعال تعال والله صدق صدق مجيد صادق خروف كيف يجيب حليب تدري حتى في البحرين العسل من البقر يو لا بحرين كل شيء فيه ينقط عسل ما شاء الله حتى البقر حقهم عسل كل شيء عسل انا لساني الحين لو طلع ينقط عسل طبعا حنا اليوم نطبخ لكم باذن الله ثلاثة اربع اطباق بيض بصلحه الجميل والرائع حمد حضر جن وبيض بالزبده بصلحه انا وشكشوكه باذن الله راح اصلحها انا ليش ما قلت وفول بالزبده راح اصلحها قلت انا اول شيء انت واحد فحمد متحمس فبيصلح لكم بيض اومليت اومليت لو شيء حمد مليت مليت اسمه مليت هذا حق يزيد حمد عنده اومليت هومليت هوم هوملس لا انا لكم بيض هوملس هوملس فواضح الكتاب من عنوانه طبعا هو مبتعث طيب حمد مبتعث من دوله البحرين بخصوص يتعلم الاكلات السعوديه ما هو الاكلات السعوديه يتعلم طبخه الاومليت بالعيال يعني شوف البروفيشنال في الطبخه يا جماعه انجرحت عاد تسوي بيض ينجرح مو صاحي وهذا يثني عليك يقول لك البحرين عسل اسمع 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 في مطعم عندهم في البحرين تمام بدون ذكر اسمه احلى فرع في الرياض والله درب الزلق يا اخي ما شاء الله الجمهور اليوم متفاعل جدا جدا في الهاشتاج يا جماعه لا لا سجل خصم يترك الدوسري تمام احلى فرع في الرياض احنا ما درينا عنه وشو المطعم وش قال له ناسي والله لا اقوله ترى ما علي انا شو اسمه مطعم حمد اي واحد اللي جبناه مطعم البحرين اللي جبنا لكم في السوق انا قلت اخذ هذا افضل بس انه تذكر السمك وال سعود 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 اريد تاخذ هذه زين والله اي والله هاي بالرياض ولا برا الرياض طف الصحن لا هنا هنا في الشرق هنا بالرياض ايه اعطونا نسمه نروحه والله فتح فرع هنا لا اله الا الله وش اكلات بحريه ولا ايش كل شيء كل شيء لا كل شيء بس شغل بحريني عاد حمد عيون حمد متى نروح ها متى نروح تبشر وسعد يكيك هني بيض الله هاي والله يا اخي اسمع 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 كلمهم خلهم في يوم يوم يفطرون ذيك الكبسه ابى اقول لك شيء فطور كبسه شو قناه حاجة. الواقع نزلت سؤال الان خشوا على تويتر وشاركوا احلى لهجه بالسعوديه لهجه ايش اهل جده بلا منازع بعد القصمان حركها اكثر الشمال نقطه اخر السطر نجد الحجاز الدواسر الناس جالسه تجاوب جاوب على هاشتاج افضل لهجه يلا بسم الله توكلنا على الله افضل لهجه يلا
أنا أشوف أفضل لهجة البحرين. يا أخي أفضل لهجة بالسعودية يا أخي، أنت إيش من فين تسمع يا مليه؟ واحد لا هي وش النكتة كيف تقال؟ كيف تقال؟ أنا خايف أجيب فيها العيد. عاد جيب العيد مشكلة يعني، خلاص بكرة يجيب. في حمد مرة ينادي خوي يقول 4G 4G 4G، وأجي لما قلت تبيني بترك شبكة؟ قال لا، أقول خويي 4G 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 يعني فارجني. لا كذا نكتة كذا ذبة والله رخيصة يا الغالي، معليش سامح. هذا ما في خصم، ما في خصم. ما درى ما سمع حتى حمد 4G 4G فرق يعني اخري. البيض هذا ما يسوي بسرعه. والله فهمت والله انا هزف حلو والله 4G ابو مدر شبكه. قال لا انا اقول له القطوه اللي يا جماعه ما عندكم ليمون برضو؟ لسه بقره حقت علي بروعي شفت جيب طبخي بيضتين تقول لي ليمون اسرع بيض في العالم 3 ثواني كيف كذا ما ادري اسويه فوق الحركة اللي فوق ويرجع. لا 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 لا, لا 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 ينزل عند الجيران يدخل ما لا داعي يتعدى طبقة الأوزون والشلة ذي نرمي ثوبك يبونه. لا لا مشغول يشرون روح يلا يلا على بابك يا كريم يا كريم يلا على بابك يا كريم يا كريم ما خافط بابك يا كريم يا كريم يلا على بابك يا كريم يا كريم ما خافط بابك يا كريم يا كريم وطبخنا يا سن شوفه يا كريم يا كريم والظاهر ما بان ذوقه يا كريم. هلا سام ابيض خلاص هذا ما ولد حنبي بس ينادينا وش يبي؟ شوف البيض ذا اول مره نشوفه ثوب يا اي ايش رايك؟ لا لا مو بخور الحماس يسوي كذا يا العاقبه العاقبه يا ما اشتري العاقبه يعني بما اني يعني مستعجل شباب خلوني افطر. طيب شاهي يا شباب ولا بيبسي؟ يرحم امك حطه في صحن الطماط. لا خلي شوي طماط بس لا ما احطه فوق اعطني حط لا تبي صحن فيه في جبن هنا اي اي احنا ما حط حط صار صار فكر ترى يحط ملح حط حط ملح في بصل ملح حار يروح بس. طبعا يا شباب انا بس عندي شغله وين بس تمام تبي اعطني طماطم طماطم زياده هنا طيب ممتاز خلينا نتأكد إنه مو ميوت. لا مو ميوت طبعاً يا جماعة الخير. الآن نزلت تغريدة على حساب قناة الواقع مكتوب بيض الله وجهك مكتوب أفضل لهجة ولا إيش أفضل لهجة هي اكتبوا لهجة أهل القصيم أهل الشمال أهل الحجاز أهل الجنوب شاركونا بالهاشتاج هذا وبإذن الله حتى حنا بنشارك الشباب كلهم اللي موجودين بيشاركون. أنا بس عندي بس شغلة كذا وراجع لكم اللهم لك الحمد رحمهم الله بإني ما طبخت لهم شكشوك. يا كريم يا كريم ما خاب طلابك يود انتظر خلي الناس تخلص نص السوق تعالج لحالك. تذكر الديان اللي كنا نركض وراه دي ايش؟ دي اللي كنا نركض وراه سمع عقال مو عقال فهمت بخلع عقالك بس عقال الله يهيني. طبعا ليش ما تشيل شلت يا جماعه الخير الريالتي حقيقه واقع بس نتبادل اغراض بعض والامور زينه والامور كلها بحبابه بس بصور كذا صور عندي عمل وراجع لكم. افضل لهجه افضل لهجه افضل لهجه يا عيال اكتب افضل لهجه هل هي ابويا جداويه ولا القصمان وعدن تابخاص ولا الحساوية اللي فيها حرف السين ولا الشرقية ولا أهل جيزان ولا أهل الشمال مير الله يخليك يا مرحبا ولا أهل أبها والله وهاي الحاسن اللهجات اللي كل السعودية الهاشتاج يقول الشمال وانتهى لهجة الجنوب الناس جالسين يشاركون سبحان الله البيض هذا عجيب صراحة يا الله والله شغل في اللهجات يلا روح دمح لي أهل جدة بلا منازع الشمال فان كاتب لهجتي وش لهجتك يا الغالي أنا عارفها أهل جدة بعدين الشمال الشمال نقطة آخر السطر أهل فيفا ما أخبار شو معلوم شو أنتم بخير والله إني أعرف إن لهجة شمال بعدها لهجة الحجاز
الشرقية يبا أهل القصيم الشمري وتحديدا حايل وبرا السعودية البحرين الكويت. يا أخي والله مو على كيفك، والله هذه خيانة، خيانة عظمى. كل بصل وطماطم خله، اطبخ لين يخلص فطورنا، يقعد ياكل ليه؟ سلامات، حطه هنا ما يحرق علي. لا لا ما يحرق معك والله يا حمد، بدنا ناكل مره واحده والله العظيم. معلش يا حمد تحملنا زين. يبه 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 ما باكل. يبه لا والله إيبا إيبا ما باكل والله. يبه ولا يمه الله ناسوا يا ما يا ربي لا فكوني، ما ابي لا ما ابي. لا 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 يلا ليه؟ ناكل هذه، ناكل اللي داخل. ايه دمتك انت، انت رجال كلمات. اقرا طيب، اقرا رجال كلمات. طيب روح. انا احب لهجه اهل القصيم. مجيد انت من وين يا مجيد؟ رياض. من الرياض. اهل الرياض تقدير يعني. ها انا من المدينه. من المدينه؟ اقسم بالله، اقسم بالله شوفها اهل المدينه. والله مو اني قلت من المدينه، قلت على طول قالوا المدينه. اريج الدوسري حايل، كل شخص اعتز بلهجته، لهجه الشمال ما يبي لها كلام. الحجاز وحلاوه الحجاز، الجنوب وبس والله يطعني. يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا، جنوبي النثار همه على غيمة جنوبية، تقول الله يطعني وأقول الله يسبق بي. جنوبي النثار همه على غيمة جنوبية، الله أحس إني لا قالت فديتك يا عرب ربي، ترقص بجبال أبها مع الريح الشمالية. أنا أدري إن حمد دايم في الصبح يورطني، لقد قلب لهجته أنا بحريني وحب السعودية. ومجيت جالس يتأمل في طبخ حمد وشم يا الريحة، جعل والدينك يا مجيد في الجنة يا بوسف وانت في قلبي. يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا، على لهجة صينية أحس إني لا قالت وأحس إني ليا قالت فديتك يا عرب ربي، الله تراقص بجبال أبها مع الريح الشمالية. يا هو يا صبا مين ناش بالطماطة؟ تبغى حجازي؟ حجازي. انت ايش الاشياء اللي تحبها يا مجيد؟ حجازي والله. عن المقام، المقام حجازي. مساكين انا يا عيني قلبي ما صبر، مساكين انا يا عيني قلبي ما صبر. هذا حجازي. يا ليلة الأنس ما تعود لنا، كل حبيب بجنبه إلا أنا. مساكين أنا يا عيني قلبي ما صبر. علي بروية اثنين شيش طاوق بالله. حبيبي شوف، طبعا الفول عشان يعطيك طعم لازم تهرسه. طيب فيه طحينة؟ ما جابوا طحينة والله. يلا يلا جابوا لنا زبدة اليوم يا رجال بشحذة. لكن اليوم صرحنا لكم فول احمر. وفي فول يعني ازرق. اي في فول بيجي، وفي وردي، وفي تفاحي. وردي صلح الحمد. لو قايل لي تذكر مشاوي جبتك طباخ يا على كيف كيفك. منو؟ يسوي لك تونه وبيض. تونة هذا منو ذا؟ التونه اليوم ما فيه. ما فيه. يود انت علم. منعوها اصلا، طلع قرار من اداره البرنامج ما تدخل مع الباب. لا يا اخوي عاد انا علمتك. ايش مشكلتك؟ بالله علم، علمنا كذا وخلنا نستفيد. ايش مشكلتك مع التونه؟ والله شوف انا كنت اكلها وانا صغير، لكن ما ادري ايش جاني كذا، صار عندي كل ما اكلت منها يجيني زي تسمم كذا. يا عيال بلشت كانت التغريده 20، كنت اقرا اللهجات، بالحين عدت 60، كيف اقرا؟
من الحين صار تحدي، اللي يقول لك القصيم احلى واللي يقول لك في الاخير بنختار الفائز وخلاص نحدد لهجه. ما عليكم اهل الجنوب انا موجود. ما عليكم يا اهل البحرين انا مشكلتك. مشكلتك هذه القصيم نفس مشكلتي مع الجنوب، شمال، شرق، ما داخل عبحب، غرب، عدوي اللدود، جازان، لا يا رب، حجاز. ايه اقول ايه ايه من يوم ايه يا ولد ادوخ ايه الله يدوخ عدوي. ايه 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 كلكم فايزين. شوف من يوم عرست اليوم كذا والله ما طبيتي وبموت ان شاء الله ما طبت. سبحان الله. لحم ما يطبيتك ليش؟ لحم ويش اغفص عينك الحين اقولك حب حب تقولي لحم شنو حب حب؟ حب من؟ بطيخ. اسمع 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 يح 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 اسمع اهل حايل ايش يقولون؟ يقول يا وائل الطحطوح المطنوخ يا سلام زمن مليان عطيب المضاريب غيهيب المدات ساس القوم راعي الاول طير شلوى سليل المجد والامجاد راعي الفزعات والله بنشدها يا وائل الطحطوح والمطنوخ والمحزم المليان عطيب المضاريب غيهاب المادات ساس القوم راعي الأول طير شلوى سليل المجد راعي الفزعات. إيها خابك العلوم الطيبة يا سلام. لا والله كده أوفر والله كده أوفر يا حمد تغسل ورا مجيد ليه والله معك أسقي الزرع ليه الزرع هني ميت. لا والله ما كان كذا شوف شوف شو الجهد ايش المرة والله قبل ما كان كذا كنا ناكل هيبة مشاعر تقول والله المعراشة هرجهم من انفن يا زين ما هو تشب انفل خلو انت تحلي انفل ما هو يحليك ام زين قدرت اسم في محله ضش امك حلا هذه لا تمليك او لا 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 ما هو تشب ومحلا قد لطيفي يا زين ما هو تشب انفل خلو انت تحل انفل ما هو يحليك يا سلام انفل قدرت ايش فيك كذا والله يا وائل مركب يا ايات هنا ها عشاك سؤال لبيه انت اكيد تغني ولا جاي تسحرنا الحين يا قلبي على الغزل انا استحيت انا قصير انا سب اصلب سحري انت غباشي اليوم مركز يا جماعة والله مصحصح مصحصح والله سدد له صح نفول الغباشي ابشر حمد تاكل بصل على هالصبح اي حمد ياكل بصل على هالصبح حمد كانه الدلال حق الغنم دلال دلال الدلال ايه 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 تدري عاد على طاري البصل تدري له فوائد مجنونة علوشة تقول كذا جوك يمدحوك تقرأ لهم لا والله علوشة إلا أفتح عليه أقرأ أخبرني نقرأ سنابتك المتفائل أطلب من حمد إنشودة أقلع عن الحب أقرأ تغريداتي تكفون أقلع الله يقلع إبليسك هاي النشيدة هاي من كلمات خونا أقلع عبد المجيد المطيري إيه؟ وأنا انشدها إيش اسمه طيب غنى أقلع عن الحب بات الحب وإدمانه يلا بالله قولها وزيد جفاء أيوة كنت. فإن الوقت قد حان قد كنت بالقلب مقرونا بلوثته واليوم منك الهوى والقلب قد بان إن المحبة لو زادت محاسنها فإنها تخطف الأرواح أحيانا ترى قد سمعها مني قبل بلهجة أهل بيش كبير والله إنك كبير لا لا غنى بصوتك يلا يلا يا حمد يلا كبير كبير وصغير يلا يلا بيشغلها لا 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 أنت بصوتي إيه بصوتك إيه هاي شنو اسم صوتي لا 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 والله بين صوتك والله حمد صوت يا احمد الله يفوي يفيد ابليسك يا احمد لا لا والله والله نسمع نسمع والله احمد شغل السماعه الخارجيه احمد ايه بس ايه بس هذه موجوده في قناه قناتك الخاصه ايه لا ما عليها حقوق ما عليها حقوق يلا توكل على الله يلا أقلع عن الحب بات الحب إدمانا وزد جفاء فإن الوقت قد حان قد كنت في القلب مقرونا بلوثته
واليوم منك الهوى والقلب قد بانا. إن المحبة لو زادت محاسنها فإنها تخطف الأرواح أحيانا. قد كنت في القلب لا ناس الكلمة أنا رفع ابنك لا تغني لا مجيد تربيات مجيد أنا أبي منك طلب طلبتك يا مطيري تبع قول تم 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 طلبتك بالله لو قال لي أنا تم لا أطلب أشياء ما هي تخطر على بالك أطلب قال لك تم ما عاد فيها قدام الناس والله العظيم تمسك بحق أطلب يعرفني هو عمري قلت لا ما يقول لا كفو ما يقول لا هو أخو حديلة ترى باقي على البث 10 دقائق أطلب بسرعة 10 دقائق لا شفت كيف نحن والله العظيم والله احنا منحوسين والله شوفها ما يمدينا نسولف الا انتهى البث قول له بسرعه ايش تبغى لا يصرف ترى منحوسين مو منحوسين منحوسين عسل قول ايش تبغى مني بسرعه يا عبد المجيد انا طالبك جاك قول تم تم قول جاك 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 شيرا ولا مشاري لا لا انت مطول معاه ولا اطرد عادي ترى والله انا معك يلا بالله يا حمد اطلع بسرعه زين طالبك يا عبد المجيد تقول القصيدة ذيك اللي بصوتك الحلو الرزين الله سمعنا صوتك أي واحدة سمعني بس أي شيء قريب لقلبك مجيد الآن في اللحظة هذه صدق والله قصيدة قصيدة ايه. بصوتك بصوتك ما بي فويس أوفر أبي بصوتك لا والله لا بي بي بيكفي إنه هو بيقولها بلتك لا لا بصوتي حلو والله أنت بأي واحدة لا لا غني كذا ما ينفس تكفى والله ما ينفس طلبتك أنا وانت قلت جاك اه ادرك متغني طلبتك وقلت جاك اي وحده اي وحده قصدك يا اخي اللي بصوتك الحلو قول اي وحده انت ما تبي قصيده معينه يعني سلام سلام كمسك الختام عليكم احيي منايا كرام والله يقول والله مره اسمعها بالله يا عبد المجيد يلا يلا تك يلا عادي رح الكعب اول مره اسمعها زين غيرها انا اعرف هو شيء يبي المرثيه حقت لا ابي بصوت لا غني انا ما غني لا تكفى ما تفهم عربي ايش اسوي فيك يلا يلا عرفت البس ناديك حما يعني يلا والله حما يعني لا قلنا لي البلبل طالع معاك واحد مشروب الغازي هناك مشروبات الغازيه جاهز الفطور جاهز طيب بس خليني بالله خليني اسمع منك عم بسرعه هذا يبي المرثيه يلا ايه المرثيه روح حقت رحمه الله عليه وين رايح لا اله الا الله فطر الشباب بيحطها في صحن ويجي هذه قلت اساسا لما اخذها الطوات اكثر الشباب عرفت ايه اللي يقول يا رسول الله عليت اليوم ودعك الحجاز ومن به يا من له في كل قلب مرقد لم يبق بعدك من نهيم بحبه فالحب بعدك في العروق مجمد الله والشعر بعدك ميت فقصائد مدفونة وقصائد تتشهد وتوحدت حزنا عليك قلوبنا لولاك ما كانت هنا تتوحد حملتك آلاف الرقاب ورحبت بقدومك المعلاة وهي تزغرد وإليك آلاف القبور تسابقت كل يقول أنا هنا يا سيد كل يريدك أن تمر ببابه فهنا يد ممدودة وهنا يد حركت حتى في الجماد دماؤه يا من تقوم له القبور وتقعد يا أيها الحي الذي تحت الثرى ما زال صوتك بيننا يتردد ما زلت تأتينا وتجلس بيننا وتقول قال الله قال محمد لم تأتي من قبر ولا من حفرة ما زال في عينيك كحل أسود هل أنت حي لا تراه عيوننا أم ميت في كل يوم يولد الله عليك صح الصوت الله عليك صح كلامك الله عليك صح لسانك والله يا مجيد سكت ونطقت دهرا اي والله مي. هذا هو اللي اسمه والله مو مجامل عشان هوا انا من الناس اللي استلذ اذا نطقت انت يا رجل كفايه طلعت لك بجوال على الهواء وهي ممنوع على طريقه في واحد عندكم في جيزان يحيى رياني غريت جيزان لا خله ها
لا صديق عبد الله فقيري. عبد الله فقيري والله نعم والله نعم. هذا مجرب جازان مليئة ترى بالشعر، ترى جازان أرض علم وحكمة، ترى حلو الناس تقفها ترى. أنا والله للأمانة يتلاشى اليوم جميع العبارات في طلتك هذه يا مجيد اللي قلتها قبل شوي. يا حبيبي يا ابو تركي والله العظيم انك مدرسه، حرام حرام بالله. انا اشبلك كل حلقه فقره خاصه لمجيد المطيري، يقول شيء زاويه تقول شيء اللي فيها، واجهز لك انا مؤثرات جاهزه تدخل تقول اقل حاجه نستفيد منها تنتشر احنا نستفيد منها. والله العظيم هذه تحتها بس باك جراوند كذا خفيف. يا الله يا الله والله كلامك صح. اسمع جوالك هذا ما يفهم والله. مشاهدينا الكرام، اطالب بحلقه خاصه لمجيد المطيري اسمها خواطر يتكلم فيها كما شاء. لا 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 مو كذا مو كذا، وطالب عداد كهرباء للعمود ذا. لا لا وجه الله وجه الله وجه الله يا حمد. حمد حمد والله لا اطيح حمد، انا عندي اولاد لا تتمني. لا حمد يقول لا تتيم لا تتيم، عندي اولاد لا تتيم لا تتيم. الله يا مجيد الله والله. يا علي بالرؤيه ايش العز اللي فيه يا عيال، احنا مدلعين والله اليوم مع بالرؤيه بالله. مقرص ولا باقي؟ مقرص 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 بالحين صحيح بالله. ما قدر والنبي ودعك، خذني يا بالرويا معك. ما قدر والنبي ودعك، خذني يا بالرويا معك. يا مجيد الفل بيعجبك، يا مجيد لا تلمس ها لا بيعجبك. طبخ بالرويا عجيب، اكله كله مفيد. العافية الله. يلا 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 صفرتنا، اقسم بالله صفرة عرساني علي بالرويه. العافيه يا اقسم بالله هنيك. اللهم ابعد عننا يزيد الزغيبي في طبخه. يزيد وينه؟ يزيد جالس يصورون، خليه يفطر عشان جالس. وديت لهم فطور هناك. ويزيد معهم المخرج وشغالين الشباب والعيال اللي هناك. وين والله العظيم يا اخي يا باشا، ودنا والله انه ان احنا حتى من بكره حنحسب حسابكم معانا كل طاقم الاعداد. والله ابشر ما عندك مشكله. إيه تعال استريح. يلا يلا بس والله طبخ اللذيذ. الساكم 47 الحمد لله، باقي معنا 11 دقيقه نسولف وناكل. اها يلا قرب قرب الجبنه يا عيال. طيب في صحن ثاني فاضي بلاستيك؟ اي في فين عندك هذا؟ لا فاضي فاضي تحت 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 يا شباب في غش في الموضوع. فوق 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 شفت هذا الجبن هذا 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 هنا هنا هنا. اي بس بس بايوه عندك. واقسم اقسم الجبن بينه وبينه عشان يوصلون. لا خل هذا عندنا وهذا عندهم. اثنين بيضه شباب استهبال. هذا خله هنا. لا هذا غير وهذا هذا حقك انت. لا ما بي حق حمد.